المحطة اللي نترقبها ويا ضيفنا الموجود حاليا معنا في استديوهات الشبيبة، نتكلم أكثر عن الخط العربي بداية، أيضا نتكلم عن قصة الإهداء لخادم الحرمين الشريفين. قبل التفاصيل كافة أكيد نرحب بضيفنا حسين الرشدي، مسي عليك بالخير. أسعد الله مساءكم وشكرا على استضافتكم الكريمة لهذا اليوم. ولو واجب حسين، نتكلم بداية عن بدايتك ويا الخط العربي. معكم حسين سعيد خميس الرشدي، خريج هندسة ميكانيك. بدايتي طبعا كانت هي البحث عن هوية الخط العربي منذ القدم من المدرسة. بعدها اتجهت إلى الكلية، فوجدت هناك مع الورش التي تقام، فالتحقت بأحد الورش التي تقام في مدة 3 أيام قصيرة قدمها الأستاذ مروان يحيى، أوجه له التحية والشكر. فالتحقت معهم، بس نفس الوقت كان معي محاضرات، فكان صعب علي المواصلة. في 2014 اتجهت إلى مؤسسة فن سحار، طبعا مؤسسة فنية معنية بالفن، واحتضنوني للفن. بعدها اشتركت معهم كأول مشاركة لي في النصب التذكاري اللي تم تقديمه للمقام السلطان قابوس، المقام السلطاني، المقام السامي السلطان قابوس رحمه الله. الله يرحمه. فكانت المشاركة ما بين خطاط ونحات. وهنا التقيت بالأستاذ علي درويش العجمي، وبأنها بدأت رحلة الخط العربي. بدأت رحلة الخط العربي، ما شاء الله ما زلت أيضا مستمر. إيش اللي خلاك بداية، يعني أنت مجالك هندسة وممكن دخلت هالمجال الخط العربي، وقلت 3 أيام كانت الورشة، لكنك أنت ما قلت خلاص أني أنا دخلت وبطلع وما بستفيد، لكن كملت هالمشوار، إيش اللي خلاك تكمله؟ والله هو الشغف وحب الخط العربي، كون الخط العربي مرتبط بالهوية العربية والإسلامية وارتباطه بالقرآن الكريم والسنة النبوية منذ نزول القرآن الكريم. فحبه مرتبط بينا بشكل كبير، وحتى نلاحظ الحين صار في شرائح كبيرة من محبي الخط العربي محبي تعلمه. أيوة جميل. طيب خبرنا كذا أبرز التحديات اللي واجهتها وانت تتعلم الخط العربي. والله طبعا التحديات كثيرة وكبيرة. كوني باحث عن عمل، كان عندي صعوبة في توفير الأدوات، لا زالت هذه المشكلة. كون الأدوات جدا باهظة الثمن، فاضطريت أن الأعمال اللي أبيعها أوفر منها توفير لاقتناء أعمال أو الدخول إلى دورات لتطوير نفسي أو اشتراء كتب أو السفر إلى الدول لتعلم الخط العربي بشكل أكبر. فهذه كانت صعوبة أساسا، الأدوات وتطوير النفس الذات من جانب الإبداعي. بعدها اضطريت إلى الانتقال إلى التفكير الإبداعي باستخدام الهوية التجارية، كذلك أدخلت الخط العربي في الديكوريشن، ديكورات المنازل، وبيع بعض اللوحات. ولله الحمد. جميل. طيب نتكلم كذا أيضا، ندخل في تفاصيل، احنا ندقق على كل حاجة اليوم حسين، فتحملنا شوية. انت ذكرت ان يعني انك انت يعني استخدمت هذه الهواية وهذه الموهبة، وأيضا يعني حاولت انك تعمل منه بزنس صغير. انا اتوقع يمكن الأدوات فعلا هي باهظة، لكن الناس ما راح تتقبل ان ينكتب لهم عبارة بمبلغ مثلا شوية. ها صح، هذه صحيح. مشكلة تواجه أكثر شيء. نعم، هي من ضمن التحديات والصعوبات، كون ثقافة الاقتناء معنا في سلطنة عمان قليلة جدا، فالواحد يتعب على اللوحة، يشتغل عليها شهور ودهور، فوقت تنفيذها ووقت إعدادها والأدوات المستخدمة فيها من أوراق طبيعية، من أحبار مصنعة، كذلك تعرضها في بعض المعارض، فالاقتناء عندنا جدا، ثقافة الاقتناء قليلة جدا. أما الحين اتجهت إلى الجانب الإبداعي ودخلت الخط العربي في الهويات التجارية وصناعة بعض الخامات الأخرى في الديكور، واستخدامها حتى في التيشيرتات وغيرها، وهذا كله كي لا أكون عالة على والدي كوني باحث وما أستثقل عليهم هذا الأمر، واللي أتابع مسيرتي يعني.
الفنية. نعم نعم، أهم شيء إن الواحد يحاول قدر الإمكان يبرز نفسه في الوسط، وخصوصا يمكن اليوم مواقع التواصل الاجتماعي كثير مساعدة حسين إن الواحد يبرز المواهب الموجودة معه. طيب، من أبرز الأعمال اللي أنت عملتها واللي عملت أيضا ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي هديد خادم الحرمين نعم. الشريفين، نتكلم عن تفاصيلها وأيضا القصة الموجودة في الداخل. طبعا كما طرحت إن مواقع التواصل الاجتماعي هي سهلت معرفة الجميع لحسين الرشدي أو للفنانين الآخرين، صارت مساحة أكبر. من هذه المساحة تم التعرف علي من قبل جماعة الكتاب، من قبل الأستاذ أحمد سعيد البادي صاحب كتاب آل سعيد وآل سعوديون أو آل سعود عفوا. طبعا كانت المساهمة منا للمشاركة مشاركة الشعب السعودي فرحة زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة العربية السعودية، فحبيت أني أبادر كذلك في المشاركة وتكون لي بصمة في هذا الإهداء، فشاركنا باسم فن للخط العربي مرسم خاص قمنا بإنشائه لبيئة خاصة نجتمع فيها ونتعلم الخط العربي وبمجهودات طبعا شخصية تحت مظلة فن سحار. نعم. طيب، المدة اللي خذيتوها أثناء كتابته، يعني إحنا نشوف الحين الواجهة فقط، نشوف الشكل النهائي، ولكن أكيد يعني خذيت يعني نوع من الوقت لما يطلع بالشكل النهائي. طبعا اشتغلت فيها مدة شهرين تقريبا، وهذه الأسباب البعض يمكن يجهل ليش هذه الشهرين، يعني هذه المدة الطويلة. شهرين فيها عمل سكتشات، عمل مسودات كما نقول، مسودات، اختيار النص، تصحيحه، اختيار الكلمات المناسبة للقراءة، اختيار الورق الطبيعي، وطبعا كانت 6 نسخ اللي انعرضت، طبعا نسختين اللي شفتوها، 6 نسخ. حتى في حالة تنفيذ العمل يجب أن يكون الشخص المنفذ دقيق جدا. بعد التنفيذ إضافة الحبر، الأماكن الناقصة للحبر، وإزالة الحبر من الأماكن الزائدة وتسمى الفينيشينج أو الترتيش. بعدها قمنا بإلصاق الرسالة الإهداء بنفسنا في الكتاب. نعم، يعني أمانة يعني أقدر أقول إن هي بصمة جميلة من ناحيتك أنت. نعم. حسين الرشدي، لكن أيضا نتكلم عن الأدوات المستخدمة، يعني أنا أتوقع ما أي ورقة وما أي حبر ما أي قلم، خبرنا بعد كذا، دخلنا في تفاصيل هذه الهدية. نعم طبعا الورق المستخدم استخدمت الورق الطبيعي المقهر والأحبار الألمانية كونها تتماشى مع نوع الورق، الأقلام التقليدية والمشرط لإبعاد الشوائب الحبر. طيب، الاختيارات أكيد كانت بدقة. نعم، وحتى أن اختيارات النص والكلمات لتسهيل القراءة، يعني كوني أنا كتبتها بالخط الديواني، الخط الديواني له مدرسة العثمانية كمراسلات ما بين الملوك سابقا، كان اخترت هذا النوع من الخط، ولكن في نوع من الصعوبة بعض الحروف فاشتغلت على تسهيله للقراءة. أيوة، يعني جميل إنه يعني دخلت هالنوع من الكتابات أو حتى من الخطوط، خصوصا إنه تناسب المناسبة اللي أنت يعني كتبت فيها هدية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان آل سعود، وأيضا نعم. ولي العهد محمد بن سلمان، وإضافة جميلة من ناحيتك أنت. نعم. اليوم حسين، خبرنا كذا أيضا إيش النصيحة اللي ممكن توجهها للمستمع المتابع، خصوصا إنك أنت دخلت هذا المجال وكافحت فيه لين ما وصلت اليوم. والله من النصائح اللي أنصح بها بشكل عام الأشخاص العمانيون أو غير العمانيون، اليوم صارت مفاتيح الإبداع ما بين المبدعين، مفاتيح العالم الجديد بيد المبدعين، فأنصح به أولياء الأمور بتعليم أبنائهم الفنون من فن الخط عربي أو رسم أو أي فن من الفنون الأخرى كهوايات، يعني كذلك أنصح بتشجيعهم، يعني على سبيل المثال البعض منا قد يصرف بالعشرات للريالات باليوم، فهذا استثمار في أطفالكم، أن استثمر في الطفل وتعليمه أيا كانت من الهوايات اللي هو يحبها. زين، تقريبا الدورات تبع الخط العربي كم يعني؟ جدا يعني بمتناول أيدي، ب10 ريال إلى 15 ريال في عمان، يعني عندنا احنا هذا بالنسبة لورش الخط العربي. طبعا على حسب سيرتك الفنية أنت تقدر ترفع وممكن تنزل قيمة الورشة.
زين احسين، ما تحس ان احيانا مثل بعض يقول شو الفايده اليوم، انا بتعلم الخط العربي بكتب الخط العربي، لكن ايش اللي راح يضيف لي؟ اضاف ما ممكن لما يضيف له شيء. اللي راح يضيف له طبعا اولا اول شغله كون الخط العربي مرتبط بالهويه الاسلاميه، اللي راح يضيف له هو الابتعاد عن المشاكل الدائره في الدنيا. يعني احنا الحين في العالم عفوا أيوة. اليوم احنا نعيش في المرسم وبعيد عن الضوضاء الخارجيه مستمتعين. اللي ضاف لي انا كحسين ضاف لي اشياء كثيره لله الحمد في مسيرتي الحياتيه والفنيه. كل توفيق لك يا حسين الرشد، واكيد استمتعنا من خلال هذا اللقاء وايضا من النصائح اللي وجهتها عبر الاثير. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك. اذا مستمعينا في هذه المحطه وكانت برفقه حسين الرشد وايضا مجموعه من النصائح اللي قدمها، وفعلا جميل ان الواحد يعمل له بصمه في هذه الحياه مهما كانت هوايتك، مهما كان الشيء اللي تحبه، ولكن كافح من اجل طموحاتك، كافح من اجل الشيء اللي يخليك دائما على قيد الحياه.